لكثير من التساؤلات في الذي هو محل اتفاق بين كل الجزائريين. بدون تطويل نحن أعددنا من 1000 كيلومتر ونحن معنيون ومن والاه. السيد استقرار سياسي كما تعلمون بأن الأزمة في النيجر اليوم، وهذه رسالة وصلت إيدًا أمام مواقف أخرى من بينها مجموعة. اليوم رانا في السبت تقريبًا 7 أيام والقرار لم ينفذ، يدعم وأن واشنطن تذهب إلى ما تذهب إليه المقاربة الجزائرية وهو الحل السلمي. ليش التدخلات العسكرية؟ نعيشها، نعيشها لها. وأن نساوي أو نجمع بين قوتين. يجب على أسيدي موشي، يجب نقول يا السلطة رانا نقول لكم التقوا مع النخبة الوطنية والوسائط المجتمعية كلها، حطوهم في صورة المخاطر اللي تهدد الأمن القومي الجزائري. رقم 2 في التوصيات، يجب علينا رص الصف الوطني وتمتين الجبهة الداخلية. يجب علينا رص الصف الوطني، ونتمنى من هذا المقام، راني رسلت لمختلف الإخوة في التيار الديمقراطي، أحزاب، إخواني في الأرسيدي، إخواني في حزب العمال، إخواني في الأفافاس وغيرهم من الأحزاب الديمقراطية، أنا بعثنا لهم أرضية المبادرة، ونتمناو أننا نكون حاضرين من أجل تمتين الجبهة الداخلية، من أجل هذه المخاطر اللي تهدد الوطن نتاعنا. نتمناو أننا وكل من الأحزاب الأخرى اللي ذكرتها واللي ما ذكرتهاش، إسلاميين غابوا علينا في هذا الوسمة، الإسلاميين وغابوا عنا الديمقراطيين، رانا بعثنا ونترجاهم بأننا من أجل هذا الوطن يجب أن نرص الصف الداخلي.